إليكم بعض أسراري. أنا بقى طالع أصطاد بوري وبولتي وبلح بحر. الفكرة إن أنا نعرف أماكن كده ربنا غنيها ببلح البحر وبيبقى فيها بوري كويس في الأيام دي، ولما بتكدب معايا بنطلع على البولتي ونبقى متعشم في الله إننا هنرجع في سنة. هنوصف لكم المكان، بس خليكم معانا وتابعونا واعملوا لنا لايك واشتركوا عندنا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات صيادين رحال. معنا زي كل مرة رحلة ان شاء الله. النهاردة رحلة متنوعة شوية. الموقع بتاعي انا في كفر الشيخ في اول الطريق الدولي، مصيف او مصيد اسمه غليون. المصيد ده المفروض ان هو كان تحت الانشاء او ان هو اتنشأ معايا. طبعا مش عايز ننسى ابن خالي وخالة عيالي امير الخوالقة. المصيف ده يا جماعه انا مش عارف هو تحت الانشاء او بعد ما اتنشا لغوه، مفروض ان ده مصيف. فهم دلوقتي موقفين فيه الدخول لاسباب معينه، ان هم بيقولوا في دوامات في الميه وكده. المصيف او المصيد عباره عن 10 او 15 لساء، يعني زي ما انتم شايفين كده ورا مني. في طبعا ناس كتيره خالص ورا مني هنا جايين يصيفوا. هنغير الكاميرا يا جماعه عشان نعرف نصور لكم ونتكلم، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده عباره عن 10 او 15 لساء. في ناس طبعا عامله مصيف مع نفسها، عاملين خيام زي ما انتم شايفين كده، بس هم نازلين على مسؤوليتهم. النهارده المنطقه دي طبعا تبع الكفر الشيخ. انا لوازم السعي بتاعي انا طالع الظهر عشان نبقى طالع نصطاد وانا فايق. هناخد اللسان ده ان شاء الله، هننزل نفطر عليه بمشيئة الله، وهنزفر للبوري وهنجرب ساعة أو ساعتين للبوري. لو بشر معايا بوري إن شاء الله هنكمل يومي على اللسان ده. ما حصلش نصيب هنرجع على مية تانية، هنشتغل بغل عليها شوية وهنقعد ساعة أو ساعتين بالليل بالطعم ضد الأرض. طبعا أنتم متعودين معانا في رحلتنا إن إحنا بنوصف الرحلة زي ما هي، فيها سمك ما فيها السمك. برضه بنقدم لك معلومة إن أنا عرفتك مكان المصيف ده. المصيف ده طبعا بتدخل له اول ما بتعدي كوبري رشيد متجه لدمياط، في بنزينة اسمها الوطنية بتدخل من جنب البنزينة لحد ما بتوصل للمكان ده. طبعا زوبة بتاعتنا هي ركناها هنا، وهننزل نفطر ونبل العيش ونتوكل على الله. خليكم معانا. ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم لو حابين تدعمونا حطوا لنا بس لايك للفيديو ده، واشترك عندنا القناة حتى يصلك مننا كل جديد. هادي ليكم، معاكم اخوكم سامح الخالقة. نتمنى ان شاء الله ان نعمل لكم فيديو حلو، خليكم معانا. بصوا يا جماعه بالنسبه لزفر البوري، انا بنجيب عيش طري وبنربط الكيس وبنشيله على جنب اسبوع اتنين لحد اما يغدر كده يصوف. ده بيبقى زفر كويس خالص، بنرميه في الميه بيغطس على طول. بفضل الله شباب بعد ما زفرنا دخل علينا البوري الحمد لله رب العالمين، ولكن الهواء كان جامد زي ما انتم شايفين، والشمس كانت في وشي ما كنتش شايف الفله. فانا حبيت قلت نجرب ميه تانية بحيث ان انا نقدر نلم المنطقه في الايام دي اخبارها ايه كده. بالنسبه لي الحمد لله البولي موجود نقدر نشتغل عليه، وقلت بقى هنروح نجرب الايه البولتي. الصلاه على النبي. نوركم ليه؟ ايوه قدرا العجينه اللي هي الطوع، كنت عامل عجينه صعيدي بنصطاد بيها، وقعت في الميه سبحان الله يعني، ولقيت منجم للبلح على صليب معين كده. فقلت طبعا الكيلو فيه 80 جنيه،
قلت لا احسن من البوري ننزل نلم بلاح. لميت شويه محترمين وقلت برضو فرصه ان انا نشوف الميات التانية اللي هي في طريقي. فقعدت نلم في بلح وخدت شويه حلوين يعني، وبعد كده رحت على الميه الحلوه نجرب البولتي بالغلي. بس ايه سامح كان بيصطاد بوري اكتشف صليب عليه بلح ساب البوري ورجع على الصليب. ده البلح اهو ابو يحيى ساب البوري ونازل يجيب بلح. بلح الشمس مش ظابطه معاه. بحر علا خالص. طبعا انا ربنا كرمني بسمكتين بوري وشويه البلح اللي انتوا شفتوهم كده، فضل ونعمه من ربنا والله العظيم رضا، انا راضي. طبعا المايه دي يا جماعه هي في طريقي انا، ما خدتلهاش مشوار. الفكره ان انا ايه دارس المنطقه، فنزلت رميت غله وبتاع وقلت برضو ايه نجرب نشوف المايه دي اشتغلت ولا لا. الحمد لله اتفاجئنا ان المايه واكله كويس خالص، يعني انا طلع عليا المرايه نسفت السمك. لقطت كام سمكه حلوه لان انا ما قعدتش اصلا، انا كل الفكره ان انا طالع بعد الظهر، فكل الحكايه يعني 5-6 ساعات صيد يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني برضو عملت طبق محترم وغدوه محترمه. خليكم معانا يا جماعه. طبعا 5-6 ساعات صيد يا جماعه في المالح وفي العذب ده انجاز بالنسبه لي، ولما نلاقي هنا الميه واكله وهنا الميه واكله فحاجه تحير انت تقعد فين اكتر. المهم يعني هي الهدف من الرحله في الاخر تجربه المكان والدراسه بتاعته، عشان لما نيجي ننزل بعد كده نبقى عارف ان انا نقدر ناخد هدفي للبوري بس، نقدر ناخد هدفي للبولتي بس بالغلب. احلى تحيه ما تنسوناش في لايك يا جماعه، اللي عايز يدعمنا يا جماعه يعمل لنا لايك. فضلا وليس امرا يا جماعه دعما برضو للقناه، انا عايز تعليقاتكم، عايز نعرف ايه رايكم في الرحله، ايه رايكم في الوضع، فهمتوا ايه من الفيديو، قدرتوا تقعدوا قد ايه في الفيديو. انا بنحتاج التعليقات دي يا جماعه عشان نطور من نفسي ونطور من القناه. احلى تحيه ليكم برضو، ما تنسوناش في لايك يا حبايبنا. صل على النبي يا ابراهيم. دي سمكة المكان. أيوة البركة إن شاء الله. مزغلق ايه